السلام عليكم، يا اهلا وسهلا. اليوم بس بوريكم ما شاء الله نجاح التطعيم بالعين. هذه العين ما شاء الله بدأت بالنمو، هذه ما بيلمسها عاد. اتمنى تكون واضحة الصورة. هذه التطعيم بالعين، اخذت طبعا هذه الشجرة، هذا الجوري الهولندي الاحمر اذا تذكرونه، اخذت له العين هذه من السلطاني، فحاب اركب السلطاني على الهولندي، راح اشوف ايش النتيجة، لانه انتم تعرفون انه اليورية هذه بالاصل مطعمة على اصل سلطاني، فحبيت ارجع الاصل يعني يصير عندي كطعم هنا. فما شاء الله التطعيم بدا ياخذ نمواته، هذا هو بشكل واضح. ما شاء الله استقام. طبعا بكره بعد بكره ان شاء الله افك المربط هذا، كان في ربطه فوق بعد زي هذه الربطه عشان اضمن التصاق العين بالساق هذا بعد ما فكيت اللحى. طبعا كلكم عارفين طريقتها، طريقه الحرف التي. اخذت العين من عقله زي، خلينا اشوف لكم واحده هنا. والله لا ما اقدر لانه ما عندي شيء الحين بنفس المستوى. هي عين تكون بسيطه جدا، زي المنطقه هذه مثلا، زي النقطه هذه، هذه العين سحبتها من هنا زي المكان هذا، غصن ثاني سحبت العين وسويت هنا بالضبط حرف تي ونزلتها جواته. فالان هي ما شاء الله في طور النمو، يعني كل يوم تطور عن الثاني. فربطتها بالابيض هذا البلاستيك حق السباكه، هو الاجمل للتطعيم، وفوق حطيت التيب الاسود لضمان عدم دخول الهواء، وايضا سويت المشد هذا، مشد الاحمر من تحت والمشد كان في واحد من فوق. بعد ما بدات تنمو خلاص شلت المشد. حاليا ما شاء الله تبارك الله وضعها سليم، ننتظر النتائج ان شاء الله. انا ما راح ازيل الهولندي، راح اخليها تبقى كل الشجرتين على غصن واحد، وراح نشوف نسوي مقارنات. طبعا هذا الهولندي هنا من المنطقه هذه معطي الورده هذه، والورده هذه حمراء، والجوريه برضو السلطاني احمر لونه اذا تذكرونه. فخلينا نجرب الصنفين مع بعض، وبعد فتره ان شاء الله بعد ما تروح الموجه الصقيعه اللي احنا فيها راح اطعم عده الوان على بعضهم ان شاء الله. هذه اللي حبيت اقول لكم اليوم، ومع السلامه.